جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما بلغني شفاء خالي من شدة فرحتي نذرت صيام 20 يوما إن كان الخبر صحيحا، وبعد تأكدي من صحة الخبر خففت عن نفسي إلى 10 أيام، وحين ذاك كنت بالغة ومضى على شفائه عامان ونصف وأنا قادرة على الصيام، والحمد لله لم أصم شيء من نذري لخالي ولا لوالدي. أرجو توضيح الأمرين جزاكم الله خيرا. ينبغي للإنسان أن لا يحرص على النذر، فإن النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، وأيضا الإنسان يورط نفسه بشيء قد يثقل عليه أو لا يستطيع. فالإنسان يعمل الخير بدون نذر، أما إذا نذر فإنه يلزمه الوفاء بنذر الطاعة. وإذا كانت قد نذرت هذا النذر وهي بالغة عاقلة وحصل المقصود الذي علقت النذر عليه، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها، أن تصوم 20 يوما كما نذرت، لأن هذا نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إنها خففت عن نفسها إلى 10 أيام، ما حكم هذا التخفيف شيخ صالح؟ ليس الأمر بيدها، إذا نذرت 20 يوما وجب عليها أن تصوم 20 يوما، ولا تملك التخفيف والتنازل عن هذا النذر أو عن بعضه بعدما ينعقد، فإنه يلزمها الوفاء به. نعم.